أمير قطر في نيويورك يلقي شعارات عن الحوار والسلام، فيما أخوه غير الشقيق متهم بالتحريض على القتل في الولايات المتحدة. خالد بن حمد آل ثاني الأخ غير الشقيق لأمير قطر ملحق قضائيا بتهم التحريض على قتل رجل وسيدة أمريكيين وخطف موظف أمريكي وإجباره على التنازل عن حقوقه قصرا تحت تهديد السلاح. ماثيو بيتارد مدير الأمن السابق لدى خالد بن حمد كشف أن الشيخ القطري طلب منه قتل رجل وسيدة ودفنهما في الصحراء، لكنه رفض واستقال من العمل. بيتارد وصف خالد بن حمد بأنه خطر على المجتمع، وكشف طاعات الشيخ القطري للمخدرات ما تطلب تعيين مسعف دائم له. المسعف هو ماثيو ألندي، والذي أقام في قصر الشيخ خالد ورأى حفلاته الماجنة طوال الليل، ما تطلب عمله بشكل متواصل متأهبا لإنقاذ الشيخ القطري من أي أزمة صحية نتيجة تعاطيه المخدرات. وحين أرهقه العمل حاول الفرار، لكن الحرس احتجزوه بالقوة وأجبره خالد بن حمد على توقيع تنازل عن حقوقه تحت تهديد السلاح. بعد ملاحقته من قبل المحكمة الفيدرالية بفلوريدا، هرب خالد بن حمد من الولايات المتحدة حيث يختبئ في قصر شقيقه بالدوحة. يتحدث أمير قطر في هذا المحفل الدولي بنيويورك عن دولة القانون واحترام حقوق الإنسان. لقد انتهجت دولة قطر سياسة ثابتة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فلما لا يستجب للعدالة ويسلم أخيه الذي كان دائما ما يرافقه في جولاته وأصبح يوصف بأنه خطر على المجتمع.